ادي الضربه الحره على طول تعود من جديد ويصوب. يا لا 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 لا. الهدف الثاني للمنتخب العراقي. والله وعملوها، والله وعملوها. والعيال، العيال في لحظات كبرت، العيال بتاخد وقت عشان تكبر، بتاخد سنة اتنين بطولة اتنين، العيال كبروا داخل البطولة وفرحة الجماهير العراقية كبيرة. تصويبة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء، اتعملت على طول، اتردد بشكل غير جيد تماما على حدود المنطقة ليطلق صاروخ، صاروخ يا ولدي، صاروخ يا ولدي على يسار أفضل حر.